اهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا وهبه معايا، برحب بيكي مره تانية. اهلا وسهلا بيك يا حسام. طبعا معانا صوت ساحر وقوي دخل قلوب المصريين بدون اي استئذان، صوت عزز من حبنا وفخرنا بالحضاره المصريه القديمه وبامتدادها الابداعي الكبير اللي هي نفسها بتمثل هذا الامتداد العظيم والكبير في التاريخ. صوت الحقيقه احيانا وانت بتسمع ممكن تشعر من مدى يعني قوه هذا الصوت ومن حنيته ومن تفاعلنا الكبير اللي ظهر كمان بشكل خاص في موكب المميات الملكيه وما قدمته كمان بعد ذلك، واللي احيانا كمان بتكون نقط فنيه مهمه ومختلفه ما تعودناش عليها قبل كده. النهارده هيكون معانا السوبرانو الكبيره ميرا سليم، هنروح معاها في محطات مختلفة من حياتها وكمان هنعرف منها آخر ما بتقدمه من إبداع معانا هنا في 90 دقيقة. بنرحب بيكي، نورتينا وشكرا على وجودك معانا. أهلا بيك وأهلا بيك. أهلا وسهلا بيكي في 90 دقيقة، وأهلا وسهلا طبعا الحمد لله على سلامتك ورجوعك لمصر. الله يسلمك الله يسلمك. أنت عارفة أنا كل ما يعني اسم أميرة سليم بالنسبة لي طبعا نجاحات كبيرة حققتيها ومحطات فنية كتير مختلفة، بس دايما أول مشهد بيقفز لذهني موكب المومياوات الملكية. قد إيه مهيب، قد إيه مشرف، قد إيه عظيم ورائع، قد إيه مهمة المرحلة دي بالنسبة لك؟ لا طبعا جدا، موكب المومياوات هيفضل يعني علامة ورمز، وأنا دايما يعني بقول دلوقتي إنه موكب المومياوات فيما قبل وما بعد. يعني أعتقد إنه هو أثر فينا كلنا سواء فنانين أو جمهور، أعتقد إنه هيبقى نرجع له تاني كرفرنس، هنرجع له تاني كلحظة، حدث وطني، حدث فني، حدث تاريخي، حدث بنبعت للعالم رسالة مهمة جدا. فيعني طبعا مع موسيقى هشام نزيه وزملائي كان حدث وأنا هيأثر فيا دايما طول حياتي، لأني ربط يعني عمل ربطه مع الناس وعلاقه مع الناس اعتز بها انا كفنانه. انا عايزه اقول لك انت قلتي جمله مهمه جدا، ما قبل وما بعد موكب المومياوات الملكيه. اكيد قبل ما استرسل معاكي في دوت واسالك عن اللي بعده، لان من وقتها من نوفمبر 2021 لحد النهارده اكيد في مراحل كتير مختلفه فنيه مرت بيها اميره سليم، لكن تعالي نسترجع مع بعض اللحظه دي والاحتفاليه المهيبه دي مع حضراتكم ونرجع نكمل مره ثانيه. لما بتقولي انه دي علامه فارقه، وانا عايزه اقول لك انه يعني قد ايه الناس اتعلقت باميره سليم من الاحتفاليه دي، ومش عايزه اتكلم في امور فنيه وتقنيه، انا واثقه ان الخبراء في الموسيقى يقدروا يتكلموا عن عظمه وجمال ترددات الصوت، لكن بتكلم في حاجه بسيطه جدا، ادائك، شكلك، حتى الناس علقت وقتها الشكل الفرعوني اللي فيه كده عظمه وفيه كبرياء، وحتى كان في لحظه كده في بريق في عينيكي، لمعه كده في عينك كده شموخ.
يعني انا اصلا دلوقتي وانا بسمع أيوة. وبشوف يعني بعيش تاني اللحن ده في تاريخ يعني. هشام نزيه فعلا لما عمله يعني كان في تواصل مع اجدادنا فعليا وانا ده حسيته وانا بغنيه وهفضل دايما متاثره وانا بسمعه كل مره يعني. انا فاكره ان انا اتفرجت على الموكب اسبوع بعد العرض ما شفتش خالص وانا فاكره لما شفته اول مره يعني بكيت لانه المشاعر اللي احنا عشناها كلنا حتى مع زملائي كان في مسؤوليه كبيره احنا كنا عايشينها كان في رساله مهمه عاوزين نوصلها وبعدين الغناء باللغه المصريه القديمه ده كان ليه يعني كانت مسؤوليه كبيره وكنا خايفين يعني كنا شويه قلقانين والله كان في ناس بتعيط فعلا لما بتسمع الاغنيه فعلا عشان انا اعتقد يعني زي ما قلت كتير انه هي لمست حاجه في اللاوعي الجماعي يعني في حاجه جوانا دي لمستها في حاجه فضلت من اجدادنا ومن تاريخ اجدادنا موجوده في الكلمات موجوده في اللحن عشان كده يعني انا برضو هتلاقي عينيا هتلمع دلوقتي. طب وده اللي خلاكي بقى تكملي يعني انت برضو اخر اعمالك وده برضو من الحاجات المميزه جدا اللي عايزين نتكلم عنها هي اول اغنيه رومانسيه باللغه الهيروغليفيه. الاول انا حاولت بس اقرا اسمها او انطق اسمها ما عرفتش ساعديني بقى اسمها ايه. ميروت ايك. ميروت ايك. ميروت ايك. ايك يعني ايه؟ يعني حبك. يعني حبك. الحقيقه أنا قصيدة رومانسية دي كده رومانسية. على بعضها ميروت إيك. ميروت إيك يعني حبك. أيوه دي أيوة. كلمتين بالهيروغليفي ولا كلمة واحدة؟ هي حبك هي كلمة واحدة. خلينا نكلم دكتورة ياسمين الشاذلي اللي أنا اشتغلت معاها عشان تتكلم في الحتة اللي فيها تخصص ده. أوكي. عشان دايما في جدال حاصل إزاي بننطق وإزاي اللغة المصرية القديمة فيها شغل كتير لازم يتعمل عشان كده ميروت إيك ومن قبلها أنشودة إيزيس هي أول خطوات على طريق إحياء اللغة المصرية القديمة عن طريق الغناء والموسيقى اللي هي أسمى يعني من أجمل الفنون. ميروت إيك هي فكرة كانت موجودة في الدرج على فكرة من قبل في درجك أنت أيوة. درج أميرة سليم. أيوة من قبل موكب المومياوات أنا سنوات قبل الموكب أنا جمعت قصائد من يعني من مصريين القدماء أناشيد وقصائد حب كنت عاوزة أعملها أغاني كنت عاوزة أعمل أغاني حب وكنت عاوزة أعملها باللغة المصرية القديمة كنت عاوزة أعملها بالفرنسية وبالإنجليزية لكن يعني ما أمكنش ده وما أنت أصلا بتعرفي هيروغليفي أو عندك اهتمام بالهيروغليفي؟ لا ما أقدرش أقول أن أنا بتحدث بها لكن أنا قريت واشتغلت مع متخصصين وخصوصا كمان لما بغني الغناء مختلف عن الكلام يعني برضو ده لازم حاجة نفهمها طبعا. يعني بنتعامل مع الكلمات والحروف خصوصا المتحركة اللي هي مش معروفة قوي في اللغة المصرية القديمة ومش متأكدين منها 100% بنتعامل بيها بطريقة معينة لما بنغني حتى لما بنغني عربي مش يعني انت عمري مش بنقول انت عمري لما بكلمك ايوه صح بتطوعي الكلمه شويه اللحن الالحان دايما الغناء بيستعمل اللغه بطريقه مختلفه فالحقيقه مع موكب المومياوات كانت اشاره يعني كانت ساين كان علامه انه فعلا لازم اكمل في هذا الطريق ان هي رساله احياء اللغه المصريه القديمه ده جزء من تاريخنا ده تاريخ أجدادنا إذا ما كناش إحنا هنحييه مش هنخلي الغرب يحييه يعني كتير شعوب تانية أحيت لغات قديمة أو ميتة زي ما بنقول ليه إحنا ما نعملش ده وتبقى اسمها اللغة المصرية القديمة الحديثة يعني ده احنا طب انت قدمتيها كمان في اوبرات اجنبيه او في فرنسا حفلات في الخارج طبعا قدمتها في حفلات الخارج عشان ازاي الناس بتتجاوب مع فكره ان دي لغه بالمصريه القديمه في حاله انبهار لان اللغات القديمه في جميع الحالات هي تحمل يعني اسرار وغموض وتاريخ فبالتالي طبعا احنا حضارتنا المصريه القديمه دي بتشد العالم كله والاوروبيين بيعشقوا حاجه طبعًا. اسمها طبعًا. مصر وحاجه اسمها التاريخ المصري القديم فطبعا لما كنت بغنيها كانوا بيتاثروا قبل كده باغنيه بالهيروغليف يعني اعتقد دي برضو شيء جديد يعني كان في محاولات حصلت لكن الاغنيه دي بالذات لان هي كمان كانت رومانسيه بالنسبه لميروت ايك لا ميروت ايك انا كنت عاوزه اكمل في حته الفكره اغاني باللغه المصريه القديمه الحقيقه بعد الموكب انا طرحت الفكره دي في
الإعلام وطرحت الفكرة دي يعني على بعض مسؤولين، والحقيقة كنت متوقع حماس أكتر، ولكن أنا وعدت الناس. الناس أنا أخذت يعني رسالة إحياء اللغة المصرية القديمة من خلال الأغاني، فأنا وعدتهم وأحب أن أنا أبقى على قد كلمتي. عشان كده أنا قررت أن أنا أعمل الأغنية دي برغم أن هي على موسيقى باخ اللي هو عبقري من عباقرة العبقري طبعا. من عباقرة الموسيقى الكلاسيكية في التاريخ الإنسانية. يعني إذا كان في حد ممكن ينافس هشام نزيه هو باخ. إيه رأيك نسمع جزء من ميروت ميروت إيك. ونرجع نكمل. أوكي. تحفة وإبداع وجمال. وكنا لسه بنقول أنا وهيبة في نفس واحد، سيلين ديون المصرية بس إن شاء الله تبقى أعظم كمان. يا ريت أكون في عظمة سيلين ديون يعني. لا يعني كبارة. هيحصل كمان. اختيارك للجولري دايما حلو. صح. المفروض الموضوع ده يجي من بنات. لا أنا الحين قلت لها قبل الهوا الجولري ويعني والستايل واللبس والستايل دايما جميل. هاجر خليل يعني الحقيقة شاطرة جدا وبتهتم جدا بالتراث المصري والستايل الفرعوني. وانت بقى نسق عندك واضح من بعد بقى يعني. والله من قبل بس هي عشان الناس ما كانتش عارفاني قوي، لكن انا كنت دايما يعني في وصله كده ما بين تاريخنا وبحمله دايما على اكتافي يعني على قد ما اقدر يعني. طبعا خير مجال. نفسي بقى اسالك حاجه، هل خامه صوت الفنان بتفرض عليه اختيارات غنائيه معينه؟ يعني السوبرانو طبعا، السوبرانو برضو نفسي توضحي للناس لانه مش كل الناس لسه عارفه حاجه زي دي، وانا حتى لا ادعي ان انا يعني خبيره في انواع وترددات الصوت، بس النهارده هل الشخص اللي بيغني الغنى الكلاسيكي او الاوبرالي ما يقدرش يغني الوان تانية من الموسيقى؟ يقدر يغني مثلا طربي، اغاني شعبيه، ولا ده صعب؟ مبدئيا سوبرانو دي اعلى طبقه في الصوت النسائي. في طبعا ميزو سوبرانو اللي اوطى سنه والكونترالتو اوطى خالص، وفي الرجال بقى تنور وباريتون. التنور هو اعلى مثلا صوت. التنور ده زي السوبرانو في الرجال بالظبط. بالظبط في الرجال وفي النساء. بالظبط بالظبط. فكره التنوع، هو مغني الاوبرا يقدر يغني انواع كتيره يعني من الغناء لانه عنده تقنيات غنائية، بيستعمل صوته بأساليب مختلفة وعنده تقنيات عالية جدا. فبالتالي بيطور الآلة بتاعته على مدى سنوات، يعني مش مثلا يعني أسبوعين ثلاثة ويطلع أغنية، لا ده بيقعد سنوات عشان عملية تدريب مستمرة. يبني الآلة دي بطريقة مختلفة عشان يقدر يدي فيها ألوان وطبقات مختلفة، فيها شغل كتير، فبالتالي عنده إمكانية إن هو يلون على قد ما يقدر. لكن طبعا انه مغني الاوبرا يجي يغني حاجات فيها قدسيه، يعني انا عندي قدسيه بالنسبه مثلا للاغاني العربي بتاعتنا، ام كلثوم وغيرهم. بتحبي مين؟ لا اكيد كتير يعني، طبعا اكيد ام كلثوم العظيمه العبقريه اسمهان صراحه بعشقها، وهي قريبه اكتر مني لان هي عندها عندها تدريب كده شويه اوبرالي في بعض الاغاني بتاعتها زي طيور وغيرها. سمعنا كمان ان عندك علاقه خاصه مع سيد درويش، وانت غنيتي في احتفال في اسكندرية والناس كانت بتصرخ من الجنون يعني. يا سيد درويش ثروة قومية يعني، اعتقد ان هو كان متقدم عن عصره او يعني سابق عصره سابق زمنه، واعتقد انه كنا لازم ان احنا نكمل الشغل عليه. هو توفى يعني للأسف بدري، لكن كان ممكن عشان كان عنده عبقرية وعنده حتة مودرن جدا، وكان متأثر على فكرة بالأوبرا، وكان متأثر بالأوبريت وبالأوبرا الإيطالية والفرنسية. عشان كده نلاقي هو ما محاش أي هوية، بالعكس هو احتفظ بالهوية بتاعتنا والكالر واللون بتاعنا المصري، ولكن اداله تنوع تاني، اداله جمل اخرى. عشان كده انا ما عملت ايه العباره بدون كلمات، انا قصدت انها تبقى بدون كلمات عشان نسمع اللحن اللي الفه سيد درويش. عشان احنا دايما كمصريين بنحب دايما الكلمه. طب معانا ليك مفاجاه بالظبط. اوكي هي بقدم مفاجاه. احنا معانا قامه كبيره وشخص اللي احنا بنفخر بيه جدا كمصريين في كل طبعاً مكان كلنا. وهو من الناس اللي اشاد بيكي مؤخرا وتاثر. أوكي. كمان جدا بقى نسمع الصوت. مساء الخير. اهلا. مساء الخير. اهلا بيك يا دكتور، نورتنا، سعداء بوجودك. الله يكرمك. اهلا بيك.
انا عارف ان حضرتك معجب كمان بالسوبرانو وكتبت عنها اكتر من تويته حلوه، فاحنا قلنا بقى ايه النهارده لازم نحطكم في تواصل مباشر. برافو عليكم، وانا شاكر جدا لكم، لان دي حاجه يعني لازم نفتخر بها كمصريين، كلنا لازم نفتخر بها. اهلا بحضرتك. ايه راي حضرتك بقى، امتى بدات تتابع اميره سليم وابرز حاجه شفتها، موكب المومياوات مثلا، ولا الاغنيه الاخيره اللي كنا بنتكلم عنها اللي هي باللغه الهيروغليفيه؟ لا، في الموكب طبعا كان ممتاز جدا، وكان مهم جدا ان احنا كلنا نشوف الموكب ده، لكن لما غنت في لما كانت الاضواء كلها كانت عليها، كان فعلا يعني اثره شديد جدا عليا. بقيت انا قاعد بقى كل نفسي اعرف هي بتقول ايه بالظبط، يعني كنت نفسي ان كل انا بتكلم بالفرعونيه القديمه بتاعتنا. الله، على فكره ده كان شعور ناس كتير فعلا، انه حتى الناس طبعاً. اذا مش فاهمه الكلام بالظبط، بس في حاله من حالات التاثر. انا حاسه ان انت عايزه انا متاثره جدا دكتور فاروق، ده شرف. نعم. كبير، شرف كبير. الله يخليك يا حبيبتي. يعني لا، ده انت اللي مشرفانا، انت اللي مشرفانا، احنا اللي بنتشرف بيك. لا، ده وسام احمله على صدري يعني حتى الموت. فعلا فعلا دعم حضرتك. الله يكرمك ويخليك. ليه قيمه كبيره بالنسبه لي. طب دكتور فاروق، لو حضرتك هتبقى مذيع معانا النهارده، تسمح لي تكون مذيع معانا النهارده؟ ولو هتسال طبعا فنانتنا الجميله السوبرانو الكبيره، تسالها ايه؟ عايز تسالها ايه؟ حضرتك المذيع دلوقتي. انت ابتديتيها ازاي؟ انا ابتدي الحكايه دي ازاي؟ اهتمامك ابتدى ازاي؟ اهتمامي ابتدى من قبل الموكب، يعني ابتدى مع حبي لتاريخ اجدادنا، فكره ان انا اخد اشعار واناشيد موجوده عندنا في تاريخنا ده، وخصوصا انه عندنا كتير، يعني عندنا كنز من الاشعار اللي موجوده في للمصريين القدماء. فجات لي الفكره. يعني انت خدتي يعني كورس مثلا، ولا خدتي شهاده، ولا رحتي مكان، ولا ده من نفسك كده؟ لا، اخذت حب البلد فقط. الله، برافو عليك. حب البلد فقط، واشتغلت مع المتخصصين يعني العلماء المصريات. انا صراحه متاثره جدا بوجود حضرتك. دي عندها اغاني كمان يا دكتور، يعني لسه في اغاني كتير نازله، يعني عندها مشروع كبير. لا، انا عايز اسطوانه كامله باغانيها الكامله دي كلها. ده نبعت لحضرتك بالامضه بقى. حضرتك لما اشوف حضرتك شخصيا انا هغني لك، يعني ده وعد على الهواء. لا، انت فعلا رفعت راس المصريين، وخلتينا نفكر في تاريخ اجدادنا المحترمين. انا عشان كده بقول لك انت حفيده الملكات، لانك بتفكرين بتاريخنا العظيم. حفيده الملكات، حلوه قوي اللقب ده. الف شكر، يعني من يعني ده بالنسبه لي فعلا 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 شرف كبير من حضرتك، ودعم حضرتك بالنسبه لي ليه معنى كبير طبعاً. لانه احنا كفنانين على طول في حالة كفاح ومجهود مستمر، ومش دايما الموضوع ده سهل بالنسبة لنا ان احنا نقدم شيء فني وكمان يكون فيه رسالة وطنية. فأنا فعلا بشكر حضرتك على هذا الدعم، وده شرف كبير. دكتور فاروق ما بيبخلش على حد الصراحة في دعمه، كبير أو صغير، لدعم الفنانين الشباب، لدعمه العلماء الشباب. أنا يعني لمست ده بشكل شخصي حتى الإعلاميين الشباب، وعملت بحركة قبل كده لقاء، وكنت يعني في منتهى اللذاذة والله. ما أنا بعمل كده ليه الحقيقة؟ لأن أنا عارف شباب مصر زي الورد، إحنا مش أقل من أي حد في أي حتة في الدنيا. حضرتك قدوة، أجمل قدوة لأي شاب أو شابة مصرية بصراحة. كفاية يعني سيرة حياة حضرتك أو قصة كفاحك وحياتك دي يتعلم منها أي شخص. الله يكرمك حبيبتي. لا، احنا بقول ان احنا شباب عظمة جدا، بس يدونا فرصة ويدعمونا نبقى هايلين جدا، نبقى احسن من امريكا، بس خليهم يدعمونا. عشان كده بشوف انا لما بشوف حاجة كويسة لازم اقول تعظيم سلام، نشاور عليها. تعظيم سلام يا امير. الف شكر. نشكر حضرتك. شكرا جزيلا العالم المصري دكتور فاروق الباز، نورتنا في 90 دقيقة. ايه رايك في المفاجاه؟ المفاجاه دي انتوا هتعملوا حاجات كده كتير ولا ايه؟ اشاده عالميه عبر الاقمار الصناعيه. دكتور فاروق الباسر الحقيقه لما بعت لي رساله، انا كنت زي الطفله الصغيره الصراحه، بصيت طيب. اولا راجعت نفسي كذا مره هل هو فعلا، وكنت سعيده زي الاطفال. احنا هنروح معاكي الفاصل ونرجع بقى نكمل حوارنا معاكي. اتفضل. We'll be right back.
الحقيقة كنا سعداء جدا بالحوار ما بين الدكتور الكبير فاروق الباز وبين طبعا بنت نصر السوبرانو أميرة سليم. كنا بنتكلم على فكرة الشباب، ودايما الناس لما تبص بيشوفوكي بالأناقة والشياكة وهذا اللباقة وهذا الأداء الكبير، ما عرفوش ان وراء هذا المنتج الأخير اللي احنا بنشوفه بكل الفخر ده رحلة صعبة وكفاح مرير في الغربة برضو. ما حدش يعرف الحتة دي عنك قوي. لا طبعا، يعني اولا الغربه دايما بتبان ان هي يعني فيها راحه وفسح، الغربه فيها تحديات كثيره جدا وصعوبات كثيره جدا، وخصوصا بالنسبه لبنت او لامراه طبعاً بتستقل بنفسها، لان انا اضطريت ان انا اسيب بلدي واسيب اهلي وابتدي من الصفر وابتدي لوحدي تماما، اعتمد على نفسي في كل شيء في بلد غريبه. إذا كنت حتى لو بتحدث اللغة، لكن في تحديات كثيرة ماديا، المواضيع مش دايما سهلة، دعم الفنان مش دايما اشتغلت موجود. اشتغلت شغلانات تانية صح؟ اشتغلت طبعا، يعني أصعب شغلانة اشتغلت في محل ملابس لمدة يعني مش قليلة، عشان أقدر يعني أدفع لنفسي الحصص اللي كنت والكتب اللي بشتريها. درست طبعا كتير، دروس خصوصية كتير، لغات أو يعني كل ما هو ليه صلة بالموسيقى والغناء. فيعني الموضوع هو كفاح مستمر مستمر، عشان كده ده وكفاح أتى ثماره في الآخر وما زال أتصور كمان أن أنت عندك كتير تقدم. الكفاح مستمر وسوف يستمر طبعاً. أعتقد أن الفنان لازم لحتى الموت أن هو يعني يكافح. عموما أنت نورتينا ونورتي بلدك مصر بالمشروع الجميل اللي أنت بتتكلمي عنه، إعادة إحياء ثقافة أجدادنا ولغة أجدادنا، ووعدينا بعد ما يكونش آخر لقاء أكيد إن شاء الله. وأشكركم على الاستضافة الجميلة دي، نورتينا، وأجلكم قريب وغني لازم نورتينا نورتينا السوبرانو العالمية أميرة سليم، نورتينا في 90 دقيقة. ميرسي جدا، ألف شكر ليكم. شكرا لك يا حسين، شكرا لك يا هبه. ختام حلقتنا وختام ولا أروع دكتور فاروق الباز والسوبرانو أميرة سليم، قامت في العلم والفن، ولادة دايما يا مصر. إلى اللقاء، نشوفكم قريب على خير وصحة وسلامة.